هل يجوز أن أشتري سيارة بيعت لشخص آخر بالتقسيط وأنا شريك في المعرض؟ اللي باعها ما يشتريها، بيعت دين، إذا كنت بايعها على شخص دين أنت شريك مع من باعوها عليه بالدين فإنك لا تشتريها وقد بعتها بالدين، لأن هذه مسألة العينة. من باع سلعة إلى ثمن مؤجل، من باع سلعة إلى ثمن مؤجل سواء كانت السلعة له الحالة ولا معه شركة فإنه لا يجوز أن يشتريها، لأن هذه مسألة العينة. اشتريها بأقل من ثمنها حالا هذه مسألة العينة، سواء كان السيارة خالصة له ولا مشتركة. نعم.